يعني ايه الاكلات اللي ممكن يا دكتور تساهم او تساعد في انه الشخص ده يتكون عنده حصوات هو كتير؟ طبعا الاملاح المشهوره بتكون حصوات، املاح الاوكزالات، املاح الفوسفات، املاح اليوريت، دي الحاجات الشائعه. في حاجات تانية اخرى، حاجات نادره نتواجد نتيجه في تمثيل غذائي، املاح السيستين و و و لكن احنا بنتكلم على الحاجات الشائعه بين الناس. الثلاث حاجات دول املاح النقرس اللي هو اليوريك اسيد، املاح الاوكسالات، واملاح الفوسفات. دايما بنقول له خلي بالك من اكلات معينه، في اكلات معينه فيها الاملاح دي كتير، نقول له خلي بالك الاملاح دي في الاكلات دي كتير. يعني في اليوريك اسيد البروتينات، الاكثر من اكل البروتينات، ما اديش جسم اكتر من احتياجاته، مش شطار ان ادي جسم اكتر. البروتين كتير بيكون حصوات، هياخد جسم ياخد حقه يعني، والباقي يتحول كله الى املاح اليوريك اسيد، تعمل بقى بتعرف مشاكل في مفاصل رجليه وتعمل مشاكل. بيقولوا للناس اللي تاكل البقوليات كمان كتير، ما هي البقوليات دي بروتين، ما احنا بنتكلم عن بروتين ان جنرال، يعني البروتين الحيوي والنباتي. عدم الاكسر ياخد كميه يعني، واكله واشربه ولا تسرف، ان انا ما ياخدش عن احتياجي بشكل معتدل يعني. يعني انا محتاج في اليوم من يعني بروتينات من 70 ل 80 جرام بروتين، 100 جرام بكتير بقى. احنا بناكل بنقعد بكل ربع كيلو ب 250 جرام في اليوم. فيعني بنقول له دايما ما الاملاح اللي انت جسمك بيكون يوريك اسيد ستونز، املاح الحمض، يقول له حاول بروتينات تاخد على قد احتياجاتك بس. الناس اللي عندهم اوكسالات ستون موجوده في اكلات معينه بتؤدي الى تكوين املاح الاوكسالات، زي الزرقوطه وزي السبانخ وزي الحاجات اللي فيها، نقول له تاكل منها بس ما تشبعش، ما تاخدش اوفر، ما تاخدش اوفر يعني. فلازم بننصحه على حسب الجسم بيكون او املاح، عشان اقول له خف من الاكلات دي. طيب دكتور، لو عرفنا ان الشخص ده من الناس اللي هي متصنفه تحت انه لا بتكون حصوات كتير، في ادويه بقى بتنزل حصوات من نفسها؟ يعني امتى انا ادي ادويه تنزل حصوات منها لنفسها عشان ما يحصلش مشكله زي احتباس البول اللي بنتكلم عليها النهارده؟ وامتى انا يعني اقول لا لازم اتدخل جراحيا او عن طريق المنظار عشان انزل الحصوات دي، لانها هو مقبل على مشكله احتباس البول؟ في حصوات بتبقى ميديكال تريتمنت اوف ستون، اللي هو العلاج الدوائي هيجيب نتيجه معاها، الميديكال تريتمنت هيجيب نتيجه معاها. مثلا حصوات اللي من 4 مللي ل 5 مللي، اقل من 5 مللي دي ممكن تمشي بالعلاج الدوائي، تنزل موجوده في الحاله، موجوده في، ممكن تعدي بالعلاج الدوائي. في حصوات بتدوب البيور يوريك اسيد، الحصوات اللي معموله يوريك اسيد اللي هو بنسميها ريديو لوسنت او الشفافه دي، بتدوب تمام بعلاج اسمه الاذابه الكيميائيه ليها. دي حاجات مواد بتخلي البول قلوي بطريقه منظمه، بيعمل اذابه لهذه الحصوه، بتدوب فتره محدده دايب الحصوه دي. دي اسمه العلاج الدوائي الحصوه، حصوه صغيره اقل من 4 مللي هتعدي ان شاء الله بالعلاج. بندي له حاجات موسعه للحالب وتعريض الحصوات، وبعض الحاجات ادويه مذيبه للحصوات بحيث تنزل الحصوه كبيره بقى اللي هي اليوريك اسيد دي، غالبا 90% بيدوب بالعلاج الايه؟ العلاج الدوائي. في حصوات بقى ميكسد فيها الاثنين بس حجمها كبير، دي بقى التدخل هنا غالبا الحمد لله معظمه دلوقتي بيتعمل بالبنازير الجراحيه، نقول اباوت 95% 95% بتدوب بنطلعها بالبنازير الجراحيه. يعني كانت في المثانة او في الحالبين او في الكليه، بنساعد المريض جه كسر الحصوات ونطلعها بيها 90%. لكن النسبه بتاعه الحاجات اللي بتدوب اللي بتنزل بالدواء، حاجات نسبه يعني معقوله مش كبيره، بس هي بتكون حصوه هو ما سابهاش لما وصلت لمرحله انا اتعدي مرحله العلاج الدوائي. يعني مثلا فضل عنده المغص كده وطنش مش عارف ايه، ما يروحش يكشف، الحصوه كانت 3 مللي بقت 4 مللي بقت 6 مللي بقت سنتي، خلاص دي لازم هتدخل. طيب دكتور، امتى الم الحصوه يدخلك يعني يدخلك الطوارئ؟ يعني امتى الم الحصوه يخلي الشخص ينزل فورا للطوارئ عشان يحل الالم ده او يتعامل مع الالم ده؟ هو المفروض اول ما يحس الم في الكلى يتحرك، يعني اي الم مش يعني بقى حاد او احنا حمولين يعني بس احنا بقى بنطنش، دي المشكله، احنا بنكسل. الاهمال هنا بقى ليه دروب يعني عواقب مش مظبوط. في الم اسمه الم الحاد، الالم المغص الكلوي ده غصب عنه هيروح هينزل، ده هيقوم فيه ما بنسهوش، هينزل هيروح بيسال على العلاج بتاعه. الالم بقى اللي هو ايه؟ ضل ايه؟ اللي هو الم خفيف كده مزمن عمال جنبه بوجعه كده، يقول ده شويه برد، ده مش عارف ياخد بورت مسكن، اللي بقى الحصوه كبيره وما بتتحركش وبتعمل تكبر في الكلى. دي بقى
خطوره المريض انه ممكن يتغاضى ويمشي. يفاجئ بقى انه قلق حاجه حصلت كبيره جدا في الكلى، الكلى يا اما فقدت وظيفتها يا اما فيها التهاب مزمن يا اما فيها، وساعتها هيضطر يعمل عمليه. يضطر التدخل بقى بطريقه ما. وساعات بنلاقي الكلى تحولت الى 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 اسمها بقت يعني جزء ملتهب بقى للاسف، تحولت لجيب صديدي، جيب صديدي بقى وتليف حصل في الكلى، ونقول هو مش الم ما دفعوش انه يتحرك. فانا بنصح المريض اي الم تحسه في في في, في الكليه او مشاكل في البول غير طبيعيه، لون البول اتغير، نزل دم في البول، مش حسيت بالم كده ويومين ثلاثه وراح، لا تتردد انك تروح تدور على المشكله. يعني تروح تشوف المشكله دي فين، هل دي حاصله ولا حاجه اخرى غير حاصله، يعني ممكن حاجات اخرى حاصله، لكن انا الوقايه خير من العلاج. طيب وجود الحصوه دي داخل الكلى وان هي تكبر زي ما حضرتك قلت دلوقتي، ممكن يفقد الكلى وظيفتها؟ كتير جدا بيحصل انه فضل عنده حصوه في الكلى وقافله حوض الكلى والم خفيف وبتعدي شويه بول حبيه، وده عمال ياخد مسكنات بقى عشان الالم بيجي له، مسكنات بتاثر نفسيا على الكلى والكلى عملت التهاب ويحصل فيها التهابات ويحصل فيها تجمع صريدي، هوب نيجي نعمل وظائف الكلى، الكلى دي راحت. ساعتها بقى مش بنشيل الحصوه، بنشيل الكلى معاه كمان، اللي بقى تخاطر بقى نتعور عن جيب صديدي. يعني برضه نقول نصيحه تاني ان احنا ما ناخدش الامور ببساطه، اخدها ان انا عندي مشكله، ايه المشكله دي؟ في اولها سهله هتتحل وهنقذ كلى، لكن لو انا سبتها لما الكلى ساعتها بقى خلاص، يعني انا سبتها لما الكلى راحت مني. في بقى حاجه انسداد في خطوره جامده جدا، اللي هو انسداد الثنائي على الناحيتين، حصوه في الحاله دي وحصوه في الحاله دي، كان قفل طريق خروج البول كله، اشعه بتنزل من فوق وتلاقي وظيفه الكلى هوب شوتنج اب، بقت كرنين طلع من وظيفه الكلى من 1.5 ل 2.4 بقى 6 بقى دخل، ده لازم ايرجنت طوارئ بشكل فوري، لازم يخش فورا، لازم افك الكليه دي فورا، اتخلص من الحصوه دي، اما حاجه بركب حاجه اسمها دعامات مؤقتا لغايه ما افضي الكلى خالص، بعدين اخش اتعمل الحصوات بعد كده. يعني ساعات الظروف ما تسمحش امسك الكلى ده 8 مش هقدر اعمل له حاجه دلوقتي، لازم افضي له كلى او احط حاجه اسمها دعامات في الحالبين او انبوبه في الكلى عن طريق الجلد، افضي الكلى خالص ارجعها لجزء كبير من نشاطها وخليها تبقى كويسه، وبعدين اخش اتعامل مع حصوات. يعني الدكتور ياخد القرار بقى بناء على الجنرال الحاله نفسها. طيب ايه الاماكن الثانيه لتواجد الحصوات اللي ممكن تعمل مشكله احتباس البول اللي بنتكلم عليها النهارده؟ انا يعني حضرتك قلت الحالبين. الحالبين اهم واخطرهم، اللي بيقفل على البول كله بقى، بيقفل خروج البول اللي هو في عنق المسام او في قناه مجرى، هو ده اللي يعمل احتباس احتباس بقى، خلاص قفلت على كل مخرج البول من الجسم كله بقى، قمت قافل المسام بتاع البول وقفلت بقى، ولا عارف ينزل من فوق، خلاص انا قفلت المخرج الرئيسي، المحبس الرئيسي قفلته. خلاص هنا بقى لازم الم لا يطاق، يبقى هنا لازم نلجا للدعامات. لا تخش، لازم تخش فوري، لا تخش على طول بالمنظار، حاصل المساله دي على طول بالمنظار كسرها وطلعها في ساعتها. يعني بقدر اخش بالمنظار من تحت الحصوه في المسانه دي، بعمل اكس ري فورا لقيت الحصوه مكانها، او بعمل تحاليل سونار الحصوه، على طول بخش بالمنظار من تحت اكسر الحصوه واطلعها افضي له البول. لو كان بقى وظيفه الكلى عاليه الاول بضطر اهدى شويه، بحط بقى انبوبه في المسانه، افضي المسانه كده لغايه ما الدنيا تهدى خالص ووظيفه الكلى ترجع، واخش اتعامل مع الحصوه بعد كده. ممكن الحصوه دي معاها تضخم بروستات، يعني حصوه ناشئه عن تضخم بروستات، ساعتها بقى بشيل الحصوه وبعمل عمليه البروستات الاثنين مع بعض، بشيل البروستاتا والحصوه مع بعض، يعني بيبقى في يوم في وان سيشن، بحيث ان انا هشيل الحصوه البول هيتحبس لان عشان البروستاتا قافله،